رجعنا لكم تاني ومعانا رجعنا لكم تاني ومعانا هو فين الكاميرا رجعنا لكم تاني ومعانا مروه رخم نوران الكاميرا جت عليها الاول. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. حياه حلوه. قاعدين احنا في الفصل عمالين كل واحد جاب الكيو كارد بتاعه وخطط وعمل كل الحركات علشان نعمل تيست هيعرفنا اكتر عن شخصيتنا بقى ولا هيعمل ايه بالظبط. بصوا بقى الاختبار دوت، صح انت قلتي حاجه كده او حاجه ليها دعوه في نفسنا بقى. هو دايما في التعاملات مع الناس ايا كانت بقى نوع العلاقه، اصدقاء بيحبوا بعض، مرتبطين، اهالي، ايا كانت نوع العلاقه، بيحصل صراعات او بيحصل صدمات، مفيش حد على طول متصالح مع الناس يعني. تمام. فلما بيحصل صراع، لما بيحصل كلاش، لما بيحصل حاجه من الحاجات اللي هي فيها القفش دي، تمام، بتتصرف ازاي؟ شخصيتك عامله ازاي؟ أوكي. فالاختبار ده هيطلع شخصيه نمره واحد اللي هو ده السوفت وير الاصلي نازل كده، وهيطلع الشخصيه الباك اب او الشخصيه اللي هي لو دي ما نفعتش دي بتصد وراها بايه. فطلع لكم شخصيتين، الاصليه او البرايمري والسكندري او الثانويه. طيب هم 35 سؤال، فمحتاجين محتاجين بقى الانجاز، ننجز ونركز. ودينا مش لازم تلعب معانا، انا مش هعرف تجمع. دينا احنا هنعمل الورقه دي في الاخر خالص، دي مش مهمه. الورقه مش مهمه دلوقتي حالا، مش مهمه يعني. طب انا هعمل ايه؟ هو هينقلها لي، هو بيعرف يركز. اوكي هنعمل ايه؟ طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ انا هسالكوا الاسئله 35 سؤال. كل سؤال منهم هقوله ثلاث مرات. ليه؟ عشان تفهموا، عشان الناس تركز معايا. تمام. اللي يقع منه اول مره يلحقه تاني مره كده يعني. المفروض بقى ان كل سؤال من دول هتكتبوا جنبه رقم، يا اما واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه يا خمسه. اوكي. واحد لا اتصرف بهذه الطريقه، لو هو واحد انا ما بعملش كده خالص خالص خالص. وخمسه انا دايما بتصرف كده. يعني هو سكيل من واحد لخمسه، واحد نيفر ولا يمكن ابدا، وخمسه ايوه هو ده الاساسي والاصلي والعادي اللي انا بعمله. تمام. اثنين نادرا، ثلاثه ثلاثه احيانا، اثنين يعني واحد انا مش بعمل كده خالص. يعني ساعات يعني. واربعه. اوكي. واربعه عاده. يبقى انا عندي واحد لا اتصرف بالطريقه دي خالص، أوكي. اثنين نادرا، ثلاثه احيانا، اربعه عاده، خمسه دائما. اوكي. فهو سكيل من واحد لخمسه، واحد اقل حاجه خالص، خمسه اعلى حاجه خالص. ماشي. اوكي احنا حلوين. نكتب ايه بقى في الخانات اللي احنا عملناها دي؟ لا خلوا الخانات دي بعدين، دي مش مشكله خالص. قصدي هنعمل التست يعني. طب انتوا عايزين الخانات دي دلوقتي يعني علشان الناس تبدا؟ اوكي. ما اصلا لو قلنا طيب اوكي بص شوفي انت قوليها زي قسميها زي ما انت عايز تقسميها، احنا معاكي الاخر احنا بس. انا اي وود راذر ان احنا خلينا واحد نحط جنبها رقمها، اثنين جنبها رقمها كده يعني. هنعرف احنا هنحسب بعدين. نحسب بعدين. اوكي هنبتدي بقى. السؤال الاولاني احنا اتفقنا من واحد لخمسه، واحد نيفر وخمسه دايما، واللي في النص بقى احيانا وعاده وكده يعني. طب انا ينفع لو انا مثلا قلت حاجه واخترت واحد اقوم حاطه نقطه جنب الواحد؟ هتحط جنبها. بصي اللي عندك دول يعني اللي عندك ارقام 1 2 3 4 5 دي ارقام الاسئله. جنبها بقى هتحطي الاجابه، هتحطي الرقم جنب السؤال الاولاني. جنب واحد هتحطي مثلا اثنين، جنب السؤال الثاني جبت كده. خليني برضو اشرحها للناس بالبلدي عشان ايه اللي عايز يبقى يعمل جدول ويمشي معانا فيه. طب اشرح لهم الجدول. ما بالظبط. بصوا يا شباب الجدول عباره عن كالاتي، تمام؟ خمس عواميد بالطول، تمام؟ الخمس عواميد بالطول كل عمود منهم فيه زي العنوان، يعني العمود ده بتاع الجزء الفلاني والعمود ده بتاع الجزء الفلاني. أوكي. وكل عمود من دول مقسوم عمودين بالطول، تمام. ناحية فيها رقم السؤال والناحية التانية فيها الإجابة بتاعتك. أوكي. وتحت في الآخر خالص بتحسب مجموع كل عمود من دول. أوكي. ونشوف احنا هنبقى ايه في الآخر. افضل ماسك دي اهو، خمس عواميد. اجاباتي باينه يا دي الفضل. كل لمصر كلها. كل عمود مقسوم اثنين، وتمام. وفي الاخر خلص المجموع. أوكي. عدد الصفوف اللي بالعرض بخلاف او بخلاف العنوان وبخلاف الاجابه هما سبعه، لان هما 35 وكل صف هيبقى فيه خمس اسئله فهما سبع صفوف. تمام يلا بينا بقى. هو في بس حاجه عايزه بس ازودها عليك يا عادل في الجدول دوت، ان احنا لما هنيجي نبص عليهم هنلاقي ان الارقام بتاعتنا الاسئله 1 2 3 4 5 بالعرض، وبعدين الصف اللي بعده 6 7 8 9 10 بالعرض برده. اوكي. اوكي هيا بنتي يلا هيا بنا. مش لازم ثلاث مرات، ممكن مرتين. طيب اورايت. اول سؤال، ان الاستمرار اسهل من الانسحاب في حاله الشجار مع الاخرين. الاستمرار
أسهل من الانسحاب في حالة الشجار مع الآخرين. رقم بسرعة. بلاش تاني آخر مرة. مش احنا قلت لكم ثلاث مرات يعني انت فرقت على احنا اللي افتكرنا مستوانا انت بتغش بيه. بصوا ركزوا ركزوا ليه ركزوا ركزوا في امتحان فجاه هو انا فاهم اسئله الاستمرار ايوه اسهل من الانسحاب في حاله الشجار مع الاخرين. يعني لو بتتخانق مع حد تفضل مكمل في الخناقه ولا الاستمرار اسهل من الانسحاب؟ طيب ما هو انا بعمل ايه دي بقى؟ لو واحد يبقى انت بتستمري في كل الخناقات على طول. لا لا لو طبعا. واحد لا اتصرف بالطريقه يعني عمري دي. ما هعمل كده لا اتصرف بالطريقه دي واحد لا اتصرف خلاص. احنا مش هنخلص يلا بينا او دايما بعمل كده فهمت. نمره 2 اورايت اذا لم تستطع ان تجعل الشخص يفكر مثلك فاجعله يفعل مثلك. يعني لو انت ما عرفتش تقنع بني ادم انه يفكر زيك اغصبه انه يعمل زيك. ماشي ماشي اوكي. نمرة 3 الكلمة الطيبة تلين القلب الحجر. طبعا اشمعنى دي اللي كانت سهلة قوي كده؟ لا بس الكلام ده برضو يعني عشان ابقى واضح الكلمة الطيبة تلين القلب الحجر ده الكلام ده هل انا فعلا بعمل كده في كل خناقاتي ولا لا؟ احنا مش عايزين مش الاجابة الصحيحة. مش انا موافق مش انا موافق على المبدأ مش انا موافق انا بعمل انا بعمل مش انا موافق يعني دي انا حاطه لنفسي فيها 2 عشان انا مدب وطخ طخ 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 على طول يعني مال بيبص لنا ومش عارف ايه فيه. والله العظيم بيغش. انا كان عندي واحد صاحبي كان دايما متعود ان هو بيكتب بيخبي على ايده. لا دول بيخبي لا على ايده دول ويكتب. ما هو لو قاعد جنبك يبقى معاه حق. اوكي نمره 4 اللي يدوس لي على طرف ادوس له على طرف. اللي يدوس لي على طرف ادوس له على طرف. ماشي برد جوه دماغي. نمرة 5 اهم حاجه نكون صادقين طبعا. طبعا 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 والا الشخصيه هتطلع بايظه يعني هتطلع مش احنا. سخيفه شخصيتي تطلع وحشه.